نتجه للشأن المصري، وامبارح اجتمع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء من الحكومة والتنفيذيين لمتابعة موقف مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات. خلال الاجتماع مشاهدينا أشار رئيس الوزراء إلى أهمية المتابعة الدورية على أرض الواقع لمختلف المراحل الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير بما فيها تطوير المنطقة المحيطة والمنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات. كمان رئيس الوزراء أكد أن الاهتمام الحكومي بيعكس تفرد هذه المنطقة. كمان خلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أهمية المتابعة الدورية على أرض الواقع لمختلف المراحل الخاصة بمشروع المتحف المصري بما فيها تطوير المنطقة المحيطة والمنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات. كمان أكد أن الاهتمام ده بيعكس تفرد هذه المنطقة وقدرتها كمان على جذب أعداد كبيرة من السائحين بعد التطوير لما بها طبعا من مقومات وإمكانات أثرية وتاريخية متفردة. للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا هاتفيا دكتور خالد سعد الخبير الأثري. دكتور خالد صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في هذا الصباح. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يارا. يعني العالم كله يترقب افتتاح المتحف، أعمال التطوير في المنطقة المحيطة والمنطقة الأثرية هذه ما الذي تشكله من يعني أهمية كبيرة جدا أنه يكون السائح بيتاح لي تجربة سياحية فريدة ومميزة؟ طبعا هو الأساس في عملية تطوير منطقة الأهرامات واخدة حول منطقة الأهرامات من كل الجوانب، سواء بقى من طريق فيوم أو من طريق مصر اسكندرية الصحراوي أو عن طريق المحور الرئيسي لدخول منطقة الأهرامات أو المحور الرئيسي لدخول منطقة المتحف الكبير. الأساس في الموضوع أن أنت بتعملي استراتيجية لعملية دخول وخروج السائح من وإلى المنطقة، وإن ده يكون على درجة من التيسير والسهولة تسمح للجروبات السياحية أن هي تصل إلى المنطقة أو للمتحف في الميعاد المحدد دي. الشيء الثاني أنك أنت بتغيري من استراتيجية فكرة الاستمتاع بالمنطقة الأثرية والمتحفية عن طريق عمل قناة شرعية ما بينهم اسمها الممشى. والممشى ده هياخد ما بين المتحف الكبير وما بين منطقة الأهرامات حتى منطقة مين هاوس. الغرض من الممشى إيه؟ إن يبقى فيه نوع من أنواع الاستمتاع بالبانوراما بتاعت المنطقة السياحية من خلال وجود أنماط كثيرة جدا من المنتجات ذات الطابع اليدوي او ذات اللي بتخدم القطاع السياحه. بالحديث دكتور خالد عن بعض المحتويات عايزين نعرف برضو مشاهدينا بشكل سريع كده ايه اللي هينتظرنا بقى لما نروح هذا المتحف المنتظر افتتاحه والمرتقب افتتاحه الكبير والعظيم قريبا جدا. اذا احنا كنا بنتكلم هنا في فرق ما بين ان احنا بنتكلم على محتويات المتحف وهنا بنتكلم على الممشى اللي ما بين المتحف وما بين منطقة الأهرامات. بالنسبة لمحتويات المتحف، المتحف واحد إن لم يكن أعظم متحف في العالم حتى الآن. يعني هو أكبر متحف في العالم يحتوي على أثار لحضارة واحدة هو المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى اقتنائه طبعا مجموعة توت عنخ آمون الشهيرة وكنوز تانيس الذهب. نعم يعني دكتور نقدر نقول إنه المتحف هو تجربة مميزة وفريدة يعني ستبهر العالم والمنطقة المحيطة به أيضا ستكون مختلفة وتضيف إلى هذا الجمال. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سعد الخبير الأثري.